مساء الخير، أنا محي الدين غريب، مهندس وكاتب مصري عايش في الدنمارك. المحاضرة دي هتكلم عن المتحف المصري. المحاضرة دي اتقالت في مؤتمر المصريات اللي اتعمل في كوبنهاجن سنة 2022 كانت بالانجليزي طبعا. دلوقتي أنا هحاول أقولها تاني بالعربي، و هتنقسم الكلام عن المتحف لثلاث مواضيع. الأول عن تاريخ المتحف المصري، والتاني عن رحلات رمسيس الثاني، الخمس رحلات عبر 3000 سنة، والتالت الموضوع الثالث عن المتحف الجديد. كلمة متحف أو ميوزيوم بالإنجليزي، أصل الكلمة هي أصل يوناني اللي هي ميوزيون، بمعنى معبد أو معهد علمي أو مدرسة للفلسفة اليونانية. زمان ارتبط كلمة ميوزيون بكلمة ميوزا اللي هي معناها ليدي أوف ماونت أو سيدة الجبل، والتسمية دي لها علاقة بتسع آلهات اسمهم رباط الفنون التسعة. كانوا عاملين لكل فن راعية لسيدة راعية لي، وده كان برضو لها علاقة بزيوس القديم بتاع اليونان المنطقة اللي هناك. وبرضو في مصر الفرعونية كان في حاجة شبيهة اسمهم كان آلهات الفنون، كانوا برضو تسع آلهات للفنون. أول متحف على الإطلاق في مصر كان هو متحف الأزبكية لتجميع الآثار، يعني ده كان من سنة 1848 ل 1858. ولكن الفترة دي طبعا كان فيها محمد علي باشا، يعني عصر الخديويات، وكان المثقفين في مصر من سنة 1835 وعلى رأسهم الشيخ رفاعة الطهطاوي، كانوا بيحاولوا يطلبوا من الخديوي ان هو ينشأ متحف عشان يجمع الآثار اللي كانت موجودة في كل، اللي كانت بتتسرق طبعا وتنهب وتتهرب. ولكن هو نتيجة ان هو مش مصري، مش من اصل مصري، ومش مهتم قوي بالحضارة المصرية، ففضل الطلب ده مركون لمدة 13 سنة. المهم في 1948 صدر مرسوم بانشاء متحف للاثار، واختاروا مكان اللي هو بركة الضفة بتاعت بركة الأزبكية اللي هي حديقة الأزبكية حاليا، ما بين ميدان الأوبرا وميدان العتبة، وحطوا لموا جمعوا فيها الأثار وأشرف عليها الشيخ رفاعة الطهطاوي. بعد كده بعد وفاة الخديوي محمد علي السرقات الآثار ازدادت، والخديوهات اللي جت بعد كده يعني تسابقوا ان هم يا اما يسرقوها او يدوها اهداء لاصحابهم وقرايبهم. ولكن في نفس الوقت زادت اكتشافات في الفتره دي، يعني اكتشافات الآثار، فكان لازم يتنقل ل مكان تاني. ده هنا برضو الأزبكية من الوقت ده، لازم يتنقل لمكان أكبر شوية، وده كان اسمه متحف بولاء الدكرور. في بولاء الدكرور يعني حطوا معظم الآثار هناك، ولكن لسوء الحظ في سنة 1878 حصل ارتفاع في كبير في فيضان النيل، اتسبب في غرق المتحف وضاع جزء طبعا من محتوياته واتقفل، ولكن في سنة 1881 اعيد افتتاحه. يعني
بعد كده كان جه الخديوي اسماعيل، والخديوي اسماعيل كان عنده عشرات السرايات والقصور في مصر، وبعد ضغط وافق ان هو يدي جزء من قصره في الجيزة عشان يتنقل في المتحف لما زادت القطع. وفي متحف الجيزة فضل الآثار موجودة هناك بتتعرض لغاية 1902 لما اتفتح المتحف اللي هو في ميدان التحرير. في سنة 1896 أعلنت الحكومة المصرية عن مسابقة لتصميم متحف جديد في ميدان التحرير، وجت اقتراحات من 73 شركة، وفاز المهندس الفرنساوي مارسيل دورنيون من شركة تصميم، فاز اللي هو حاليا موجود، يعني نفس المبنى اللي في ميدان التحرير حتى الآن يعني. واتوضع حجر الأساس في سنة بعديها بعد ما التصميمات اتعملت، وحضروا طبعا. الكلام ده كان في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، وافتتح المتحف زي ما احنا عارفينه في سنة 1902، واللي هو موجود لغاية دلوقتي. اتنقلت الآثار فيه، واستخدموا ساعتها عشان ينقلوه من السرايا بتاعت الجيزة للمتحف الجديد، استخدموا 5000 عربة خشب عشان ينقلوا آثار، والآثار الضخمة التماثيل الضخمة تم نقلها بالقطر يعني. المتحف بتاع التحرير بيضم 136,000 قطع أثرية، ولكن للأسف ده المتحف، متحف قطع فنية جميلة الحقيقة، رحناها كذا مرة، ولكن للأسف كمان في 100,000 قطعة متخزنة تحت في بدروم المتحف زي ما احنا شايفين كده. للأسف في فترة ما بين 1848 و 1914، يعني من أيام الخديوي محمد علي لغاية 1900، لغاية ما خلصت فترة الخديويات، اتسرق أو يعني يا إما اشتروها أو سرقوها أو أهدوها 200,000 قطعة من الآثار المصرية في الفترة دي. جزء منها تهرب خارج خارج مصر طبعا، زي ما عارفين جميع متاحف العالم مليانة بآثار مصر يعني. لدرجة طبعا زي ما احنا عارفين برضو ان في قطع ما يعني مش موجود منها نسخ حتى منها في مصر، موجودة بس في زي المتحف اللي في بريطانيا وفي اللوفر وهكذا. بعد كده ده هو ده المتحف الحالي. طبعا زي ما احنا عارفين المتحف في ميدان التحرير المباني زادت، التلوث زاد، وازدحمت العاصمة، وصلت لـ 20 مليون بعد ما كانت عدد قليل في الأول كانت معقولة يعني. فطبعا تضاءل زي ما احنا عايشين، ما هواش بان اختفى في وسط القاهرة الكبرى يعني. يعني برضو في حاجة تذكرها، انه في وقت من الاوقات كان محمد علي عاوز يهدي بريطانيا تمثال لرمسيس الثاني، ولكن لحجمه الكبير ووزنه الكبير الحكومة البريطانية رفضت إن هي تاخده يعني. زي ما بنقول إنه المكان ما بقاش يعني يناسب طبعا الآثار الموجودة جواه،
وفي سنة ألف من 1992 دايما كان في حلم إن هو يتبني متحف كبير، وده اللي هنتكلم عليه في آخر فقرة. دلوقتي هنتكلم عن رحلات رمسيس الثاني سواء كتمثال أو كموميا. يعني رمسيس الثاني غالبا هو أشهر فرعون من مصر القديمة، وحكم مصر لمدة 67 سنة من 1279 قبل الميلاد حتى 1213 قبل الميلاد. ابتدى حكمه هو في العشرينات من عمره وعاش 99 سنة، وكانت زوجته الأولى اسمها نيفرتاي معروفة، وكان دي غير نيفرتيتي اللي هي، وكان عنده 90 طفل. ولكن كمان هو يعتبر أكتر ملك اتنقل من مكان لمكان زي ما قلت، إما كتمثال أو كموم. في جميع التماثيل بتاعت هنلاقي إن الرجل الشمال متقدمة للأمام، وده كان بيرمز إن قرارات وأفعال الملك هي ناتجة من قلبه. دي كانت يعني رمز، وطبعا تاريخه معروف جدا. الأول رحلة لي اللي هي محتمل نتيجة انه التمثال بتاع رمسيس الثاني اللي بنتكلم عنه ده مصنوع من الجرانيت الوردي، وكان موجود الجرانيت ده بس في أسوان، فيا إما اتصنع يعني اتنحت التمثال هناك في أسوان من 3000 سنة، أكتر من 3000 سنة، وبعدين اتنقل من عن طريق النهر النيل لغاية المكان اللي اكتشفوه اللي هو في ميت رهينة، في منف ميت رهينة في سنة 1820 اكتشفوه هناك. فيا إما إن هو اتنحت يعني هناك في أسوان واتنقل المسافة دي كلها أكتر من 800 كيلومتر، أو إنه اتنقل على الأقل الجرانيت نفسه اتنقل برضو عبر النيل. يعني في ميت رهينة في سنة 1820 اكتشفوا التمثال، وكان ميت رهينة دي هي عبارة عن بدرشين، في البدرشين بالجيزة على بعد 40 كيلومتر من جنوب القاهرة. في سنة 1820 اكتشفوا ولقوا التمثال متكسر لست حتت منفصلة زي ما موجود في الصورة، والوزن التمثال طبعا كان ضخم جدا، وزنه كان 83 طن وطوله 11 متر، واتعاد تجميعه وفضل موجود من سنة 1820 لغاية 1955. في سنة الرحلة الثانية كانت في سنة 1955 لما قرروا ان هم ينقلوا في ميدان رمسيس اللي هو وسط البلد يعني. فدي تعتبر الرحلة الثانية اللي هي كانت من ميت رهينة اللي هي في البطرشين لميدان التحرير. والرحلة دي طبعا كانت يعني جزء منها، جزء من التمثال او اجزاء من التمثال اتنقلت عن طريق نهر النيل، واجزاء تانية اتنقلت وبعد كده اتنقل بعد كده بالبر لغاية الميدان بتاع رمسيس يعني. كانوا علشان يعملوا ينقلوه كان لازم يتقطع بطريقة يعني فنية لثمان قطع، وتم انزال قطع قطع في نهر النيل، ومشت المراكب لغاية جزء قربت من نص البلد، وبعد كده اتنقل بعربيات النقل اللي وزايد اعيد بناؤه زي ما احنا عارفين وسط رمسيس.
ميدان رمسيس اللي هو وسط البلد. كانت الدنيا طبعا 1955 ما كانش عدد العاصمة القاهرة ما كانش كبير، ولكن زادت المباني والكباري، ففضل حجمه يتضاءل يتضاءل لغاية ما اختفى وسط الزحام. الرحلة الثالثة ودي كانت لباريس، ولكن دي كانت للموميا بتاعت رمسيس نفسه. كان لازم الموميا تروح علشان يعملوا لها أعمال حفظ وصيانة بواسطة العلماء الفرنساويين اللي هم عملوا مجهود جامد عشان يعملوا صيانة للموميا. وعلشان تسافر الموميا فعملوا لها أصدروا لها وثيقة سفر وجواز سفر موجود تاريخ الميلاد في الوثيقة، أكنه مواطن عادي يعني، ولكن اتولد 1303 قبل الميلاد، ويعني وثيقة كاملة كباسبور وكأنه مواطن مصري مسافر. ويمكن يعني الحكومة المصرية وقتها عملت كده عشان يضمن انه ترجع الموميا تاني يعني. الحقيقة في باريس جت طيارة عسكرية فرنساوي خاصة عشان تنقل الموميا من القاهرة لباريس، وفي باريس اتعامل كملك، مراسيم ملكية كاملة وحرس شرف وموسيقى عسكرية، وأطلقوا 21 طلقة للتحية، يعني كان اتعامل كأنه ملك جاي ضيافة لفرنسا. دي كانت الرحلة الثالثة. الرحلة الرابعة اللي هي كانت من ميدان رمسيس لغاية الجيزة، لغاية قريب من المتحف الكبير، تمهيدا ان هم يدخلوه بعد كده المتحف الكبير. ولكن الرحلة دي اللي هي من ميدان رمسيس لغاية الجيزة كان فيها تقنية عالية جدا، وكان تحدي يعني، لأن التمثال اللي وزنه 83 طن كان لازم يتحرك في وضع رأسي لمدة 10 ساعات ولمسافة 30 كيلو متر وبسرعة بطيئة طبعا 5 كيلو علشان ما يحصلش أي اهتزاز. التمثال طبعا تم تغليفه بمطاط ورغويات عشان يمتص الهزات، ويعني تعمل فيه جميع الإمكانيات بحيث إن هو ما يحصلش فيه أي شرخ أو يحصل فيه أي ضرر وهو بيتنقل المسافة الطويلة دي. وبالليل طبعا الشعب المصري كان يوم جميل، لأن الناس تابعته لمدة 10 ساعات لغاية ما وصل في قريب من الأهرامات في الجيزة. الرحلة الخامسة اللي هي رحلة قصيرة في سنة 2018 كان من الجيزة على بعد عدد قليل من الكيلومترات لغاية بهو قاعة المتحف الكبير في انتظار الافتتاح، ودي كانت رحلة قصيرة لكن اتعمل لها برضو احتفال لغاية ما وقفوه في المكان اللي هو هاي أثناء المتحف الكبير. الكلام ده كان في 2018. زي ما قلنا إن إحنا كان دايما في حلم إنه يتنقل المتحف بتاع ميدان التحرير المتحف الكبير، ودي الفقرة اللي هنتكلم فيها عن إزاي المتحف الكبير.
قررت المسؤولون بناء متحف جديد على بعد 2.5 كيلومتر من هضبة أهرامات الجيزة، وفي عام 2002 تم الإعلان عن مسابقة معمارية للمتحف، واتقدم 1557 اقتراح للمشروع من 82 دولة، فكانت تعتبر أكبر مسابقة معمارية في التاريخ العالم كله، إن هي يجي الأعداد الكبيرة من عدد كبير من البلاد. كان يعني فيه اهتمام واضح وجميل، والمقترحات لما بنعدي عليها نلاقيها كلها أحسن من بعضها، جميع مقترحات جميلة جدا وفيها خيال وتفكير جدا، ولكن طبعا رسيت على اللي هو حاليا ده، وده فازت المسابقة بشركة من أيرلندا باتنين معماريين، واحد أيرلندية وواحد صيني، الاتنين تخرجوا من جامعة هارفارد وتقدموا ب5000 رسمة للتفاصيل المشروع يعني. والمشروع بيقع على مساحة 117 فدان، حوالي 500,000 متر مربع. مساحة المباني ده الموقع بتاعه الخارج، مساحة المباني 120,000 متر مربع. صالة العرض لوحدها فيها 25,000 متر. المشروع طبعا كان مفروض يخلص زي ما احنا عارفين في سنة 2012، وكان هيكلف ساعتها 550 مليون دولار، ولكن طبعا في عدد من الظروف تأجل بسبب يعني أولها كان ثورة 25 يناير سنة 2011، وبعدين جت أزمة حكم الإخوان وتمرد في سنة 2013، وبعدين جت أزمة الكورونا كوفيد-19، وبعدين جت حرب أوكرانيا. طبعا كلها كانت مش الأسباب الأساسية، إنما جزء من الأسباب اللي هي كان تأخر، لكن الأسباب الحقيقية في التأخير هو تدهور الحالة الاقتصادية والسياسية تحت النظام العسكري. ما فيش شفافية وما فيش، والأولويات كانت معمولة غلط، فطبعا المشروع تاه، ولغاية دلوقتي محدش عارف هيتفتح إمتى ولا إزاي ولا أي حاجة يعني. وطبعا التكلفة وصلت دلوقتي لمليار دولار ويمكن أكتر يعني. المشروع كان هيتمول 50% من عبارة عن قروض، و25% من الوكالات الحكومية والتبرعات الوطنية، و25% الأخرى من التبرعات الدولية والجهات الراعية. طبعا القروض كان أساسها من اليابان، اللي هي الجزء الأكبر من القرض كان من اليابان. بيتوقع عدد الزوار إنه من 6 ل 8 مليون زائر في السنة. بالنسبة لمنشآت الموقع، الواجهة معمولة من حجر المرمر، والحجر ده فيه خاصية ان هو بيضيء بالنهار، بيبقى فيه يعني بيعكس الضوء وبيمرر من خلاله الشمس، ولكن ما بيمررش الحرارة، فيناسب جدا المكان في الداخل يعني. صالة العرض اتعملت بحرفية جامدة جدا، بحيث في أي مكان وانت واقف دايما تبقى شايف جزء من الأهرامات، ودي كانت حاجة جميلة جدا. الصالة بتاعت المدخل زي ما قلت 25,000 متر مربع،
وبقية المتحف بيضم مركز للترميم والصيانة، يعتبر أكبر مكان في العالم، بيحتوي على 12 مختبر لصيانة ومسح ودراسة الموميات. في الدور الثالث في الدور الثالث في الثالث والرابع مساحتهم حوالي 6 ملاعب كرة قدم، فيهم السينمات والمسارح والمكتبات والمطاعم والحدائق، أي حاجة موجودة طبعا يعني لخدمة المتحف. هيجمع 100,000 قطعة أثرية من العهود المصرية القديمة، بالإضافة إلى طبعا مجموعة توت عنخ آمون. دون اللي هو الدور الثالث، الثالث والرابع، وده المدخل. وزي ما قلنا إنه هاي الرمسيس اتحط اوريدي، اتحط في مدخل البه زي ما هو موجود هنا. وكنا نتمنى إنه يتحط كمان في المدخل راس نفرتيتي. وزي ما احنا عارفين انه حصل محاولات ان هي نستعيرها حتى للافتتاح، ولكن زي ما عارفين تاريخها ان هي اتسرقت، هربها لعالم الاثار الالماني في سنة 1912، هربها لالمانيا ومحطوطة هي حاليا في متحف برلين. اتعمل محاولات كتيرة عشان نستعيرها، طبعا هم خايفين ان احنا مجرد ما هنستعيرها مش هنرجعها تاني، وده الحقيقة حق لينا، فهم ما رضيوش هنا ممكن الزوار ممكن يكتب زوار كزائر سائح او كشركة منظمة، يقدر يحفر على الحجر من الأحجار وتفضل موجودة، يحفظها يعني تحفر بالحروف الهيروغليفي وتفضل موجودة في المتحف. طبعا ده حاجة جميلة جدا، وده نظير مبلغ، والمبلغ ده بيتحط في فند، بيتحط في صندوق علشان يعمل صيانة لآثار العالم كلها. زي ما قلنا هو دلوقتي اتنقل حاليا 80% من الآثار، واتوضعت في مكانها، ومنتظرين طبعا انه في يعني يا اما آخر السنة دي او السنة اللي جاية بكتير يتم افتتاح، لانه مش ناقص تقريبا حاجة، ما فيش غير هو ان يبقى فيه قرار من الحكومة أو قرار سياسي كده. شكرا للمتابعة، وإلى لقاء قادم تحت شعار الديمقراطية هي الحل.